شاب كويتي يتعرض لموقف مرعب جدا، وبسبب هالموقف يتزوج من جنية بمنطقة برية. أحداث مرعبة صارت له هو وأصدقائه يوم اللي طلعوا يتونسون بذاك المكان أو يكشتون. القصة مرعبة ومخيفة، إذا أنتم تحبون هيك نوع من القصص فأنتم بالمكان الصح. واللي يسألني ويقول لي الديكور يعني ليش ما موجود، أقول لكم أنا سافرت ورحت المكان ثاني فما مجهز نفسي وطلعت هالدرع هذا من الجنطة وخلت. أما بالنسبة لصديقكم اللي كان هنا كعبول، كعبول أنا يعني ما أخلي أشياء بالغرفة من الدمى وغيرها، بس أحيانا أنجبر على مود التصوير، وهذا اللي خليته أنا بس حبيت أشوفكم وياه لأكثر، إنه أنا جايتني هدية أو قدرون يقولون يعني حبيت شوية ألفت انتباهكم بداية الفيديو. قبل لا أبدأ بالقصة وسرد أحداثها، صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصة. بداية أصدقائي، حاب أنبهكم على شغلة صغيرة بكل قصة أنا أخذ الدور به، وإذا شفت شوية السرد يعني أو صوتي متغير فأنا شوية تعبان، سفر وروحة وردة فشوية تعبان. المهم شباب، بيوم من الأيام صاحب القصة ياسر واللي أنا راح أخذ الدور بمكانه يقول انا كان عندي ابن عم اسمه عبد الله، وبيوم من الايام قررنا نطلع طلعه للبر، وصار عددنا 4. بس بذاك الوقت طلعنا كل واحد بسيارته الخاصه، والسيارات كانت مجهزه بكل الاشياء، واحنا من محبين الطلعات يعني هاي مو اول طلعه للبر، وكنا قاصدين بر الصمان. هالمكان ذاك يقولون انه هو بيجن، لكن احنا بعمرنا وحياتنا لما رحنا ما صادفنا فد موقف مرعب حتى، ولا شفنا فد خيال، ولا حتى اشتبهنا بحاجة. تخيلوا حتى حيوانات ما شايفين، يعني بين قوسين ما كنا نخاف، بس اي قعدة ما تخلى من القصص مال الاولين والاساطير والقصص اللي تتناقلها الناس عن الاماكن المسكونة. مثل ما ذكرت لكم احنا رحنا باربع سيارات، كل سيارة بها شخص، وسويناها لسبب اخاف واحد ما يريد يبقى يروح. بالبداية الكل يروح، وبعدين لما نوصلوا لهناك واحد باللي يقول انا راح اطلع، واحد يقول ثاني يوم اطلع، وكنا مجهزين كل شيء ويانا. تخيلوا بذاك الوقت حتى كنا ماخذين ويانا هو حمام، هو دبليو سي متنقل، وهذا يعني مفتوح من فوق يكون به فتحة وكله مصنوع من النايلون. المهم اخذناه ورحنا واخذنا ويانا اكل ومي يعني مال 10 ايام تقريبا. يوم اللي وصلنا هناك شفنا مكان مناسب وجلسنا. عبد الله ابن عمي كان من محبين الكتب وقراءة الكتب، بس بنفس الوقت ما كان مبين عليه، يعني يمزح دائما مزاحة ثقيل جدا ويسوي مقالب بأي واحد يعرفه أو ما يعرف. أصدقائنا ذولاك الاثنين هم كانوا ويانا يساعدونه، وكانت الأمور طبيعية وعادي كل شيء ماكو. طبعا الليلة الأولى أكلنا ومباشرة كل واحد راح نام ما متعودين. باليوم الثاني لما قعدنا عبد الله كانت وضعيته تختلف. من الصبح قلنا له قوم اكل ويانا، قال ما اشتهي عفوني اريد انام، وظن نايم بداخل الخيمة وما طلع تقريبا لغاية العصر. يا رجال انت مريض؟ قال لا نايم اتركوني، وفعلا ظن نايم لحد ما اجى وقت المغرب وقمنا نجهز بالاكل. وبما انه احنا شباب فلما ننزل بمكان ما اقول لكم راح نقضيها صلاة وتسبيح، اكيد مشغلين اغاني ويعني نمزح مع بعض ونرقص ونغني واي شيء نسوي، فهذا اللي كان حادث. المهم طلع من الخيمه يفرك بعيونه ويسوي بدي هاي الحركه وكذا، لحد ما قلنا له انت شبيك؟ قال انا ما بي شيء، ما انا متعدل وانا احب اسهر بالليل. المهم يمكن ما عدى ساعه ودخلنا بالليل وجاي نسوي اكل وجهز الاكل، هو اكل شويه ويانا وبعدين قام رجع عند السياره مالته وجلس بيها شوية ورجع يمنا. كانت حركته غريبة، والصراحة احنا هذا الموضوع يعني وترنا. ذاك الوقت واحد من اصدقائي قال انت مو ادري بيمزح، اكيد عنده مقلب ويانا. بعدين نزل من السيارة يتمشى على كيف وراح للمكان اللي احنا نقضي بيه حاجتنا، اللي هو احنا اصلا جايبينه ويانا مصنوع من النايلون ومخليه، والسبب انه لا واحد راضي يسبح بيه يقدر يسبح، يعني مو بس نقضي بيه الحاجة اصلا تقدر ترفعه من مكان لمكان، ومن جوهم يكون مكشوف يعني رمل وكذا. فاللي حدث بذاك الوقت هو دخل
ويمكن ماكو 3 دقائق بدأ يصارخ بصوت عالي، وبعدين قلبه. تخيل هو نايلون وواقف ارتفاعه أكثر من 2 متر ومو كبير، يعني تقريبا 1 متر، مباشرة خلاه يسقط على الأرض. والوضعية صارت غريبة جدا، وإحنا ظلينا بس فاتحين عيوننا. قمت أركض عليه بحكم هو ابن عمي، رحت أبدأ أشوف إيش بيه. المهم بعد ما طلعناه وهو يضحك ضحك قوي جدا، وراح باتجاه السيارة. تعال سولف لنا، إيش بيك؟ شنو صاير؟ ما كان يسولف، الشباب كلهم وجوههم صارخ باللون الأصفر، خايفين، وهذا الشيء حقهم، يعني التصرف مالته ما كان طبيعي بالمرة. المهم رحنا نتمشى عند السيارة، وهو كان بالخلف مال السيارة يعني، وفاتح الجنطة الخلفية، وكان مفسخ ملابس شي وجاي يلبس بملابسه. لما اجينا ما خجل، واحنا الصراحة تفاجئنا من هذا الفعل، يعني ما كان لابس حاجة. وقلنا له انت شبيك؟ قال ما بي اي حاجة، روحوا اجلسوا هسه، انا راح اجلس وياكم واسولف لكم. المهم رحنا نتمشى، وواحد يناظر بوجه الثاني، بعدين وصل لي منه قال ماكو شي، وصار يسولف سوالف من الكتب، شايفين الكلام الفصحى الكذا، العبارات اللي تنقال. بعدين قلنا له انت ايش بيك؟ ايش حاصل لك؟ قال ماكو شيء. بعدين قال انا جايب وياي كتاب مال تحضير جن، والبارحه قرات بيه. بعدين قال اكو مره ناظرت علي من فوق، يعني هي السوالف. الحد ما بوسط القعده مارتنا رد يضحك بصوت عالي، الضحك ماله هز الصحراء تقريبا. تخيلوا، ما كانت ضحكه عاديه، ضحكه مصطنعه وضحكه جنونيه. وبين قوسين يعني شايفين الضحكه اللي موجوده بالافلام الشريره نفسها بالضبط. وقام يتمشى على كيفه، وصل السيارة كنا ما ردينا عليه، صعد بالسيارة وفجأة شغل الأضوية بيها وانطلق، ما عرف إيش بيه. والمشكلة ما راح باتجاه الشارع، وإحنا ظلينا جالسين، يعني جالسين بمكانه، يعني ما نعرف هو وين راح أصلا. فقلت لهم قوموا خلينا نلحقه، قالوا الغراض مالتنا والعزبة وأدواتنا، هو أصلا وين راح؟ بعدين صاحب الثاني قال اسمع، هذا جاي يسوي بينا مقلب، وهاي الحركات كلها اللي سواها هي بس مقلب. فبذاك الوقت ظلينا قاعدين، وكانت السيارة تبين هي وضويتها، وفجأة طفت الأضوية بالسيارة، بس بعدها قريبة علينا. وهسه لما أقول لكم قريبة، مو من 2 متر و3، لكن بما أنها صحراء وعدلة راح تشوفها على مد عينك. فكنا نطالع بيها السيارة، طفت يعني لكن قريبة. في وقتها قلت لهم شباب احنا لازم نروح، صعدنا بسيارة واحدة كنا، ورحنا نمشي بنفس الاتجاه. طبعا السيارة ما لها أي ذكر، كأنها طفى كل شيء بيها وبدأ يمشي بدون أضوية. هذا اللي حدث حرفيا، من الخوف والرعب هاي الليلة يعني ما قدرنا نطلع من الصحراء، لكن ظلنا لازمين مكاننا وندعي ونقرأ قرآن. وكل شيء ما صار ويانا تقريبا لغاية ما قرب الصبح يطلع علينا، يلا قدرنا ننام على أمل أنه هو يرجع. وأول ما طلع الصبح علينا لمينا كل غرابنا، وكل واحد صعد بسيارته، وتوجهنا راجعين لبيوتنا. طبعا احنا بيتنا يعني او البيوت كلها تقريبا متقاربة، فيوم اللي وصلت لهناك مباشرة راح اروح اريد اشوفه هو رجع لو لا. يوم اللي وصلت عند البيت ودقيت الباب، طلعت اخته فقالت منو ما ادري شنو، قلت لها اني كذا، قالت شكو، قلت لها رجع لو ما رجع، قالت بعده، قالت شكو، قلت لها ماكو شيء، لان كنت مرعوبة علي صراحة، كنت خايف وما اقدر اقول لهم، يعني ما اقدر اقول لهم هذا اللي صار وعافنا ومثل، يعني الموضوع حقيقي، اللي صار مو مجرد لعبة أو مجرد فيلم. وفوق الظلم كله والقهر كنت أتصل على جواله ما يرد علي. المهم قلت لها خلاص أنا عبالي رجع، قالت ليش تش وقت رجعته؟ قلت لها إحنا رجعنا من البارحة بالليل، قالت هو ليش ما رجع؟ قلت لها مو أكو شباب ظلوا وجوز هو رجع عليهم. المهم حاولت أنه أنا أتيه السالفة عليها وقدرت، وبعدين رجعت اتصلت عليها عدة مرات وما كان يجاوب، فانجبرت مرة ثانية أرجع لنفس المكان بلكي ألقي أثر إله أو أثر كفرات إله يعني وأوصله. رجعت لهناك ظليت واقف بالمكان، والشمس كانت طالعة والوضعية طبيعية وكل شيء ماكو. وفجأة وشوف سيارته من بعيد جاية باتجاهي، ونزل وسلم عليه وبوسني ولا كأنه صاير شيء. يا رجال أنت البارحة تركتنا ورحت وينك؟ قال لا البارحة تسوي بيكم مقلب. كان كلامه موزون جدا، قلت له احنا رحنا وانت؟ قال ليش راحوا الشباب؟ القعدة حلوة. قلت له وانت بقلب انت خربتها. بعدين قلت له انت ما بيك شي؟ قال لا ما بيك شي.
قررت ما أطلع وياه مرة ثانية، وأصلا ما أسوي وياه مشكلة على الموضوع اللي سواه. بعدين رحنا طبيعي. طبعا عدى يوم وباليوم الثاني تقريبا على الساعة 8 دق الباب علينا هو، وإجا قال أريد أروح أنا وياك للصحراء. قلت له هسه؟ قالي. قلت له وش عدنا رايحين؟ قال أريد أروح للصحراء وأريد أسولف لك، أنا أكو أمور وما أقدر أحكي هنا أنا، ولازم أقول لك ولازم تمشوا وياي. فقلت له تم، بس ترى ما نبات ولا نقعد ولا أي شيء بداخل السيارة. فقلت أنا هسه شوية نمشي ولما ننزل من الطريق السريع راح يسولف. ظلينا نسولف نسولف وهو عينه على الشارع، لحد ما وصلنا مكان وقال طب منا. طببني تقريبا يعني رجعني لنفس المكان. يوم اللي رجعني قلت له انت ايش عندك هنا؟ قال هسه راح اسولف لك. قال انا اللي عدى علي حقيقي، والسوالف اللي سولفتها لكم حقيقي. ليش تسولف؟ قال انا قلت لكم انا جبت وياي كتاب، بس ترى هي مو من الكتاب. قلت له مني؟ قال لا انسى. المهم احنا واقفين ظليت الح عليه، بعدين قلت له لا تستهبل علي وهاي الحركات عيب، انت جبتني وجيت وقلت راح اسولف، لو تسولف لو لا. فقال مو انا هسه اذا سولفت لك واذا جبت طاريها. بدت عيونه تتقلب، بدا حلقه كانه يرخى وما يقدر يسولف عدل. بعدين قلت له يا رجال اذكر الله وسولف، شنو اللي صاير وياك؟ انت صدق بيك حاجه لو لا؟ ترى الموضوع مو مال مزاح، وانا ترى لا خايف ولا مرعوب، وهاي الحركات عيب تسويها وياي. في وقتها بدا يشنج وبدت كانه عظامه تتكسر، والمشكله انضربنا بحجار وسمعنا صوت. سامعين الهود الحمر لما يلزمون فريسه؟ نفس الصوت، صوت كانه عريس، كانه احنا ضحيه بالمكان. وما احكيكم على كميه الحجار انضربت، اسحب بي كانه صار جبل ثابت بالارض واقف وما يتحرك. يا رجال تعال اصعد بالسياره، ما اعرف شنو اللي صار، وكنت اتلفت اريد اشوف احد ما جاي اشوف، بس الحجار ينهال علينا من كل الاتجاهات. مباشره ركضت على سيارتي وصعدت وتركته، لان المشكله كنت اني الاح السياره تلاح وهو واقف ما لا حتى ولا حجار، ومثل الصنم بس عيونه مفتوحه. مباشره صعدت بسيارتي وشغلتها ورجعت. بين ما طلعت من هذا المكان وبعدت شويه ظليت اطالع بيه، ما كنت اشوفه يعني بس باتجاهه اريد اشوف بلكي فضوه، بلكي اقدر اسوي فد حاجه. وكنت اردد بايات من القران، وانا جاي اقرا قران انقطع نفسي بسبب ظهور شخص امام المصباح مال السياره. الشخص هذا الظهور مالته ما كان يعني مثلا اجى يتمشى او شفته، لا طلع من تحت السياره حرفيا. شلون هسه انت واقف بسيارتك وفجاه ما تشوف غير واحد يحط ايديه ويطلع راسه بهاي الحركه؟ طلع مباشره علي وبدا يناظر. طبعا اول ما شفت اعوذ بالله سمعت الصوت. المهم طبعا اول ما شفت يعني الحركه اللي صارت وايده طلعت وكذا، هذا رجال شكله متربن، عيونه واسعه، حلقه كبير، شعره ابيض، شعره طويل، بس عبالك واحد مثرم مقص. الرجال مو صاحي. شايفين ذول المهابيل اللي خلص يعني عقل ما براسهم؟ نفسهم بالضبط. وبعدين كان يضرب على الغطاء مال المحرك مال السياره ويقول لي يسوي لي هيك بيده يعني اطلع. انا يوم اللي شفته بما انه قال لي اطلع خلاص لازم اطلع، مباشره طلعت. المشكله والظلم، رحت مباشره على بيت عمي حتى اعلمهم بالسالفه. دقيت الباب هجمتها عليهم، والوقت متاخر كان هو يطلع لي يتمشى، ووالده كذلك الكبير، ووالدته والعائله كلها خافت. هاش بيك الصاير لك؟ ظليت اطالع بوجهه وقال له انت شو وقت جيت؟ رد علي باجابه خلاني صافن. قال لي شنو شو وقت جيت؟ مو انت جيت رجعتني؟ قلت له لا. قلت له انت ظليت هناك والعجال انضربنا والموضوع والجن؟ قال اي جن يا رجال. قلت له قسما بالله ما رجعت ابد للبيتاني ولا طبيت، ومن الصحراء مباشره عليكم. تعال قل لي انت شلون رجعت؟ كان يقول لي انت رجعتني. المهم قلت له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سمي قول يا الله اتذكر من اللي جابك. مباشره كان يسد الباب بوجهي، سد الباب. وقلت لعمي قلت له ترى ابنك مو بخير، ترى كذا ترى كذا. المهم يعني خما ظل اسولف بالشارع، قلت ما طول هو يمهله مستحيل بعد اطلع وياه. صعدت بالسياره وكملت الطريق البسيط وصلت لبيتنا. دخلت لجو وقررت يعني ثاني يوم اتكلم ويا اصدقائي واتكلم لاهلي. المهم شفت منام، المنام هذا شفت وحده بشعر احمر قبيحه جدا وسمينه،
وإلها رائحة مميزة. شايفينكم تكرمون يعني نفايات وسخة جدا ومتحللة وتحرقها بنار، هاي ريحتها. أنا بداخل الحلم ما تحملت، ويوم اللي صحيت لقيتها معبية الغرفة، وكانت تخنق بي وتحذرني، تقول لي لا تتكلم لأي شخص عن الموضوع اللي صار، ولا تحكي ترى أخليهم يسجنوك. هذا الكلام اللي كان مقول لي بداخل المنام. أول ما قعدت كنت متوهوة أحكي ولا ما أحكي، وأتذكر العطر مالتها اللي كان يفوح ووصخ بالغرفة، فقلت بيني وبين نفسي جوزانة توهم. بهاليوم هذا تحديدا أنا دزيت أختي اللي كانت عندي صغيرة، قلت لها روحي جيبي البوك أو المحفظة مالتي من فوق نسيتها، وصعدت هي حتى تجيب لي إياها. يوم اللي نزلت من الغرفة كان السادة يعني خشمها بهاي الطريقة، لازمتها وتقول لي الغرفة مالتك ريحتها مو طيبة، وأربع ليالي تقريبا أو أربع أيام نفس الريحة موجودة بغرفتي، وبغرفتي فقط يعني ما تطلع، حتى لما يفتحون الباب الريحة ما تخرج. عرفت الموضوع جد، لكن أنا ظليت أتردد عليه بلكي يسولف لي، بس المشكلة ما كان يسولف أبد، ويعدي يوم ويرجع يوم ثاني ويعدي كذا لغاية ما صرنا بالوقت مال كورونا، يعني هاي ورا سنين تقريبا، ورا 4 سنين بهالحدود. المهم صرنا بالوقت مال كورونا، والعالم محجورة وكل واحد جالس، احنا نطلع عليهم بالبوقة وهم يجون علينا. المهم بذاك الوقت هو يطلع من البيت، يطلع وأهله يقولون احنا ندري بيطالع، وفجأة نلقاه موجود بغرفته وحالته حالة، والعائلة كلها حاسة به انه هو عنده حاجة ممسوس، لكن ما يسولفون عليه حتى لا حد ياخذ عليه فكرة او الناس تقوم يعني على مجنون او هاي السوالف. المهم بذاك الوقت كان العلاج صعب، مثل ما تعرفون انتو كان تباعد اجتماعي، يعني الناس ما تتقرب واحد على الثاني، بس احنا كان عندنا قريبنا يعني يرق الناس يقرأ عليهم قرآن، وحاولنا نتواصل وياه وقدرنا نجيبه، وظل ويانا جالس بنفس البيت، وانا حضرت بكل الجلسات اللي عليه. كانت عبارة عن رقية شرعية وزيت الزيتون ومي مقر عليه يشربها اياه، واحيانا يضربه بالسواك، السواك هذا اللي يسوون بيه الاسنان يعني صغير، بس لما يضربه يبدي يصرخ بصوت عالي ويقرأ عليه بايات من القرآن ويحرج عليها لان طلعها جني. بذاك الوقت يقوم يتكلم كلام غير مفهوم، وصوته يكون ناعم نوعا ما، وريحة البيت تقريبا او الغرفة اللي احنا نرق بيها تصير مثل الريحة اللي كانت عندي بالغرفة. في وقتها هم جاي يرقون بي، والتشنجات والحركات ما سيطرت على روحي، تذكرت مواقفه قبل ومزاحه ويانا، وفجأة ضحكت، لكن الضحكة مالتي ما حد سمعها، يعني ضحكة شلون نقول اوكي ابتسمت، لكن ضحكة قوية بداخلي. فاللي حدث مباشرة هو كانت عيونه عادية فجأة انفتحت وتوسعت، وبدأ يطالع علي، وكان يطلع صوت من عنده او الكلام مالته يعني كان مثل صوت انثوي، وبدأ يقول لي انت لا تضحك، صوت مال المرأة، انت لا تضحك، انت جاي كسرة، انت عبالك هسه وحدك، انت ما جاي تشوف الحواليك، اني مو وحدي وانتو ما راح تقدروا لي. وبدأ ذاك الوقت علي وعافل المجموعة الباقية. الموضوع كان مرعب، نظرات عيونه والتشنجات اللي كانت تجي، واللون مال الحمار اللي ظهر فجأة على وجهه، والدمارات اللي كانت بارزة كانت مرعبة جدا. المهم بدأ يقرأ عليه أكثر وأكثر، ويقرأ ويزيد، يقرأ ويزيد، وصار يهدد بالحرق، بس المشكلة فقد وعيه، ومرة ثانية صحى وصار يختنق كأنه راح يموت، ووقف القراءة عنه، قال انطوا استراحة، بين قوسين هذه استراحة إلي مو له، أنا تعبت من القراءة، ما معقول أكو هي الجن، شنو اللي صاير وياه؟ وبديت أكشف له بالأسرار، قلت له هو كان جايب كتاب وما أدري شنو، وراحوا يدورون بغرفته على كتب، فعلا لقوا كتاب كتابي لكن مو التحضير الجن، يعني كتب عامة تتكلم عن هذا العالم، قصص وروايات وهي الأشياء، ومذكورة بيها عدة أسماء، بس المشكلة والطامة الكبرى ما كانت من وراء الكتب بالمرة. بعدها بيوم ثاني هم رقية، ويوم ثالث بأحد الأيام جت الحاسمة جاي يقرأ عليه، فقالت له أنا ما أطلع من جسده، وطبعا هو هذا أسلوب الجن، توقف القراءة ونخوض أنا هناك حوار، وأنا عندي سبب يخليني ما أطلع من جسده.
فبدأ يتكلم وياها ويقولها أنت ليش ما تطلعين من جسده؟ لكن شوية بعض الآيات القرآنية يعني، ويقطع شوية يقرأ ويقطع حتى يظل مسيطر عليها هو، لأن الجن عندهم أسلوب يعني ياخذ وياك وينطب الحكي حتى تبعد عن كلام الله وتبدي تتكلم وياه طبيعي، وهذا مكسب للوقت، يبدي يتقوى أو يبدي يختل نفسه بمكان. فقالت له أنا ما أقدر أطلع من عنده نهائيا، وأنا إذا طلعت من عنده راح أطلع من منطقة حساسة بجسمه وراح يفقد وما راح يقدر بعد يتزوج مرة ثانية، وراح يتأذى لأن أنا متمركزة وأنا ما أقدر أطلع. هو اللي جذبني بذاك الوقت يوم اللي خلع هدومه، أنا طالعت عليه لما كان بالحمام وعجبني، وهو من نوع يقرأ ويحب وكان منعزل وحده، وأنا حبيت أجي عليه وبعدين حبيته وصار بيني وبينه زواج، وأنا هسه حامل من عنده، إذا تريدوني أطلع منه مو هسه لما أجيب أطلع. كان الكلام عبارة عن حوار كأنه جاي يحاور إنسية، لحد ما قالها أخرجي لعينة مدري شنو، آيات من القرآن، معوذات، صورة الزلزلة مدري شنو، وفجأة صار يصارخ بصوت عالي، وبدأ بذاك الوقت يعني يقول له كبر قول الله أكبر، وفعلا رجع الطبيعة وطلعت من عنده ورا ما مستها آيات الحرق. ذاك الوقت قال له أنت ما طبت تماما وترى يرجع عليك مرة ثانية وأنت لازم تحصن نفسك، وهنا سولف. قال أنا يوم اللي رحت حتى أقضي حاجتي شفت وحدة طالع علي من فوق، وبعدين يوم اللي طلعت هي راحت صعدت بالسيارة قبلي وهي كانت تقول لي تعال، وأنا قمت أضحك وما كنت أعرف أنا وين رايح، بس صحيت وهي تقول لي استمر استمر، وكنت أقولها هسه يلحقونه وأنت منهم، وكانت تقول لي ما حد راح يلحقنا وما حد شافني غير بس انت. يقول لغاية ما فجأة الإضاءة مال السيارة مشتعلة كأنه دخلت بمطب، وعلى أثر هذا المطب السيارة طفت حرفيا، لكن أشعر أن السيارة كانت تمشي بكل سرعة، بس كل مؤشر بداخلها يوحي أن السيارة طافية. هذا اللي حدث حرفيا لغاية ما توقفت بي السيارة وما حسيت غير الباب تنفتح، حطيت رجلي على الأرض حتى أشوف، وفجأة لقيتها واقفة قدامي وعرضت نفسها لي للزواج مباشرة، وقالت أني من الجن وحبيتك، اختار تتزوجني ترجع، ما تتزوجني أنت بعد ما ترجع نهائيا، أنت هسه بعالم موازي لعالمكم، ما راح ترجع لا أنت ولا سيارتك وما حد راح يعرف عنك أنت وين. يقول خلص وافقت، وهي كانت حلوة، وطول هذه الفترة هي موجودة فوق عندي بالغرفة. المشكلة والمصيبة كانت تجلس بمكان بداخل بيتهم لجوه. يقول احنا عندنا تمثال حاطينه بالباب، التمثال هذا هو عبارة عن مرأة مثل اللي حاملة بيدها فد يعني مزهرية وبيها ورد. يقول التمثال تقريبا اكثر من متر يعني ارتفاعه 1.20 متر. يقول هي طول الوقت بهذا التمثال، يقول اهلي يفوتون من يمه ويرجعون وهم ما يشوفوها. فلما سألته وقلت له انت شلون كنت تشوفها بالتمثال؟ يقول عيون التمثال كانت ترمش وتغمض وتفتح. طبعا الصور والتماثيل أكيد تصير بها هذه الأشياء، خاصة إذا البيت يكون بعيد عن القرآن وبعيد عن الصلاة وبعيد عن هاي الأشياء، وأصلا بيها حرمانية يعني الأشياء المفروض، خاصة التماثيل اللي يصنعوها مثل الإنسان بالضبط، يعني هاي كارثة. وفوق هذا كله يقول التمثال هذا كانت المرأة شبه عارية، يعني شايفين التماثيل. يقولوا خلاص هي بيها ورد احنا حاطيها برا يعني موجودة للديكور لا أكثر. يقول في وقتها يعني الكلام كان يقشعر البدن، وبعدين هو من ذاك الموقف بدأ يصلي والتزم، هو أصلا كان يصلي لكن التزم التزام قوي وكان خايف ومرعوب. فلما من أجل ساني ويا وحدي وأسولف يسولف وهو يتلفت، وإذا أنا ويا قاعد مثلا وفجأة مثلا الأضاءة تطفي أو كذا يبدي صارخ، وكان بذاك الوقت يعاني، يقول أنا ما أقدر أنام ومطفي الضوء، يخلي الضوء مشتغل ويقول لأهله أي واحد يجي ويشوف الضوء يعني مشتغل وأنا غفيان طفوه، وأحيانا إذا يقعد ويلقى الضوء طافي ينهار حرفيا. وكان مخلي يعني النقط مال الكهرباء قريبة علي. بأحد الأيام أنا كنت موجود يمه وشفت هذا الشيء بعيني، يوم اللي هو غفى قال لي طفي الإضاءة لأن أنا ما أقدر. المهم طفيت الإضاءة، كان غفيان طبيعي، وتقريبا ورا نص ساعة قاعد وحده يمكن اللي يروح دورة المياه، وما حسيته قام يصارخ صراخ بحيث خلاني بسرعة أقول له شبيك، يقول لي موجودين هنا موجودين بكل مكان،
ما يقدرون يقربون لان صلى ندري بيهم بس هم موجودين، انا شفتهم ليش الزاويه بيها واحد كذا. فقمت اتيه بين المزاح مالته والجد، بس هو تاذى جدا بحياته لغايه ما توفى بال2022 بسبب الكورونا. ظل يتمرض، تمرض مرتين ثلاثه، المهم توفى، وكان السبب كورونا لا اكثر. وهاي كانت قصتنا لليوم. كويتي تزوج من جني ابار الصمان. اذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة، فعلوا زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.